السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه الليلة المباركة والتي نحتفي ونحتفل معكم وبكم بإطلاق عدة مبادرات لبرنامج الوصول الشامل للجميع الذي طالما كان حلما لكل معاقي المملكة العربية السعودية، وسيكون بإذن الله تعالى وبفضل تضافر الجهود من مركز الأمير سلمان والجهود المخلصة من الجهات المعنية واقعا ملموسا نشاهده بإذن الله تعالى. خير بداية لكل بداية آية من الذكر الكريم يتلوها ماجد القحطاني. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم، الكلمة الآن لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نسعد اليوم بشكل خاص بأن نجتمع في هذا اليوم المبارك للبدء العمل في هذه المبادرة الوطنية المهمة، وأود أن أبلغكم تحيات سمو سيدي الرئيس الأعلى للمركز صاحب السمو الملكي بن سلمان بن عبد العزيز فضل الله، الذي يبلغني يوم أمس بأن أوصل تحياته لكم وتقديرنا جميعا لأن نجتمع حتى ينطلق هذا المشروع الوطني الكبير. بلا شك وبعد الحمد لله سبحانه وتعالى، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم حقيقة لسيدي خادم الرئيس الشريفين حفظه الله الذي ما أن وصل هذا المشروع إليه حقيقة كان هناك تفاعل سريع جدا، والأمر بإحالة هذا الموضوع للجهات المختصة في الدولة لدراسته، ودرس بطريقة منظمة ومع شراكة من جميع الجهات المشاركة، وثم أقر مجلس الوزراء الموقر. لذلك أتى اليوم دور التفعيل، وأنا أتحدث اليوم أول شيء كمواطن ثم كمنتسب لهذه القضية، قضية الإعاقة والمعوقين. لابد أن نعود إلى الخلف بعض الشيء، وهو أن النظام الوطني لرعاية المعوقين الذي صدر قبل عدة سنوات من الدولة، أن هذا النظام احتوى عدد من المسارات، الحمد لله الدولة حرصت على تنفيذها، استطيع أن أقول جميعها إلى حد كبير الحمد لله، وتتوالى القرارات في عملية تفعيل هذه الأنظمة بما يخدم المعوقين ويجعلهم ويسهلهم أن يكونوا جزء من الحياة الاجتماعية والحياة الإنسانية في بلادهم، وأن يعود المعاق حقيقة أن يمارس حياته وأن ينجح وأن يستقر وأن يقدم أيضا لبلاده خدمة كما يقدم أي مواطن آخر. فاعتقادي أنه أعلى قد شيء ممكن يمكن المواطن من القيام به أن يمكن من خدمة وطنه وخدمة أسرته وخدمة المواطنين. والمعاق يصر وهو ليس شخص ناقص، هو أو هي وليس شخص قاصر، بل كل منا في قصور في جانب من حياته أو جانب من صحته، والمعوقين هم جزء من هذا المجتمع وجزء من هذا النسيج، وتمكينهم كان كثر أو قل هو حق من حقوقهم وليس تكرما عليهم. ولذلك نحن في المملكة السعودية الحمد لله اليوم نسعد بأن نرى اهتمام الدولة بشكل كبير بترسيخ القاعدة الشرعية التي قام عليها دين الإسلام، وهي قاعدة حقوق الإنسان،
فلم يقم دين في الدنيا ولم يقم نظام في الدنيا كما قام الإسلام العظيم بأنه جعل الإنسان ناس متساوين ومتساوين في الحقوق والواجبات رجال والنساء. وأيضا من الناس الذين عندهم جيء من الإعاقة أنهم جزء من هذا النسيج وهذا التكوين. وأنا أرحب اليوم بمعالي أخي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان ومعالي أخي الدكتور محمد السويل في هذه الحالة نائب رئيس مجلس أمناء مركز المسافر الحالي الإعاقة وأحد المشكلات المؤسسة للمركز. الفقرة المتعلقة بنظام الوصول الشامل هذه أخذت مدة طويلة لكن الحمد لله الدليل اللي تم تمويله من وزارة النقل مشكورة وأيضا تم اعتماده جزء لا يتجزأ من نظام البلديات نظام الكود البناء الذي الآن تحت الاعتماد النهائي إن شاء الله بتعاون كبير من سمو أخي الأمير منصور متعب. وأيضا صدر في هذا القرار الآن مجلس الوزراء الذي يفرض أن جميع الجهات والقطاع الخاص يبدأ تهيئة المرافق سواء الجديدة منها وهذا اللي بيحصل الآن الحمد لله أن الجديدة منها تكون كلها مواصفاتها ممكنة للمعوقين حتى يصلوا والتي ليس جديدة منها أن يكون هناك نظام تدريجي عبر السنوات القادمة للتحول نحو تمكين المعوقين أن يصلون وخاصة فيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص. في نفس الوقت أيضا ونحن نسعد حقيقة اليوم برجال وزارة الداخلية هذه المؤسسة التي نعتز بها جميعا والقوات المسلحة بشتى فروعها أننا أيضا النظام سوف يشمل حالات الإخلاء وحالات الطوارئ وكل ما يمس حياة الناس بأن الشخص المعاق يجد فعلا أنه في وطنه أن وطنه أكثر مكان مرحب وأكثر مكان يفتح له الأبواب والفرص. ونظام الإعاقة يحتوي على أنظمة متعددة من ضمنها أنظمة التمويل وأنظمة التمكين وفي هذه الحالة هو نظام الوصول الشامل سواء في النقل أو في الطرق أو في جميع وسائل الحياة. لذلك المهمة مهمة كبيرة جدا حقيقة وسيدي خادم الشريفين حفظ الله في إصدار هذا القرار المهم فهو يكلف الآن واجتماعنا هو لأننا كجهات نعمل على أننا مجتمعين نبدأ في تطوير اللوائح التنفيذية وتقديم تقرير مجتمع متكامل عن طريق مرجعنا وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا الوزارة التي مر عليها النظام حتى يعني يبدأ التطبيق. طبعا في هناك مؤسسات أنا إذا كنت أنتمي إليها استبقت الوقت بحكم أن معرفتها بهذا النظام مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وصدر قرارات من رئيس الهيئة في الشهر الماضي بتطبيق كامل لجميع مواصفات الدليل. فالآن لا يرخص فندق ولا يرخص أي منشأة سياحية ونحن في توسع الآن حقيقة توسع هائل بيكون في المنشآت السياحية والمرافق الإيواء وخاصة في الوجهات السياحية الجديدة بعد قرارات الدولة الأخيرة حتى المتاحف والمواقع التي تقوم الهيئة الآن بإنشائها أكثر من 140 منشأة في الثلاث سنوات القادمة كلها بتكون والمواقع حتى التاريخية اللي ترمم والقرى التراثية كلها بتكون إن شاء الله متوافقة تماما مع نظام الوصول الشامل. وأنا متأكد أن زملائي في الجهات الحكومية الثانية سوف يعتبرون ذلك جزء لا يتجزأ من عملهم. فلذلك أنا أيضا أرى وجوه مباركة من الأخواننا من الغرفة التجارية الذين سوف يعملون معنا إن شاء الله لتحويل المنشآت التجارية التي ليست جديدة. الحمد لله يعني الوطن وطن خير ووطن معطاء ولا تجد اليوم شركة أو مؤسسة تجارية إلا الحمد لله ربحت وكسبت وتوسعت إلا عاد إذا كان هناك قصور في إدارتها أو في خلل. ولكن حقيقة الذي لا يكسب في السعودية اليوم ولا يربح في السعودية لن يربح في مكان آخر لأن هذا بلد مبارك وليست فقط في بلد غني لأن البلاد الغنية كثيرة لكن كثير منها بدلت ثرواتها وراحت هباء منثورة. فالذي لا يتوفق في السعودية حقيقة وهو نية مخلصة أيضا يعني في سلامة تعاملاتها المالية وفي ابتعاده عن الفساد الإداري وابتعاده عن الأكل الحقوق الآخرين فالحمد لله نجد اليوم القطاع الخاص قطاع مزدهر ويتوسع بشكل كبير والدليل هي الأرصدة التي للقطاع الخاص سواء داخل المملكة وخارجها والتوسع الهائل. لا يوجد حكومة في العالم اليوم دعمت القطاع الخاص مثل حكومة المملكة العربية السعودية على الإطلاق لا يوجد أبدا.
حكومة قامت بتدعيم القطاع الخاص من ناحية المحفزات والتمكين والدعم والحماية مثل حكومة المملكة السعودية. فلذلك نحن نعول على القطاع الخاص أنه أيضا يقدم جزء من رد هذا الجميل بأنه يقوم بتقديم هذه الإمكانية للمواطن في إعادة تهيئة مرافق القطاع الخاص. التكلفة باعتقادنا لن تزيد عن أقل من 5% من قيمة المرافق التي ممكن يسترجعها القطاع الخاص في سنوات قليلة. لذلك نحن أيضا الليلة سوف نعلن للأخوان أننا سوف نقوم بإنشاء مرصد يتابع إنجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعلنها بشكل مستمر على الإنترنت. من هي الجهات الحكومية التي نفذت؟ من جهات القطاع الخاص؟ من ويكون هناك سنويا ملتقى سنوي يعلن فيه الجهات ويتم إعلانها وتكريمها وتقديمها أنها جهات صديقة للمواطن. واليوم أنا أعتقد ما في جهة اليوم في المملكة وخاصة القطاع الخاص إلا أن تكون تريد أن تكون صديقة للمواطن الذي يصرف فلوسه ويشتري منها ويتعامل معها. فنحن نقدم هذا الاجتماع الليلة وأنا راحب مثل ما قلت اليوم بزملائنا. ومثل مرة أخرى يعني إذا ما كنا نحن أيضا كلمة بلد الحرمين الحمد لله وبلد الإسلام إذا ما كنا نحن المملكة العربية السعودية أول من يقوم بالحقوق وأول من يعتني بالحقوق جميع الفئات وخاصة المعوقين فمن يقوم بذلك؟ ولا يعقل أن تسبقنا دول لا تنتمي لهذا الدين العظيم في أنها وفرت هذه الحقوق بجميع أصنافها وبتراتيبها بسبب عندها أنظمة. نحن انطلقنا من الشريعة الإسلامية وانطلقت من الشريعة الإسلامية جعلت الطريق ميسر واضح. فلذلك سيدي خادم الشريفين حفظه الله لابد أن شاء الله يذكر التاريخ في هذه القضية بالتحديد أيضا قضية المعوقين وتسلسل القرارات في السنوات الماضية الكثيرة السريعة هي رغبة من يحفظ الله ويدعم سمو سيدي ولي العهد في أن المملكة السعودية تكون هي الدولة السباقة والأولى والتي تعكس هذا الوجه المشرق أنها بلد الحمد لله الإسلام ومهبط الرسالة ومهبط الوحي. فلذلك أنا أشكركم جميعا اليوم وعلى بركة الله يستمر الإخوان في العروض. أنا بس عندي مشكلة بسيطة أن عندنا وفد كبير من جنوب أفريقيا مع وزير السياحة من جنوب أفريقيا وتتوالى الوفود الأيام على أساس الجنادرية ومعالي عنده رحلة ورغب يعني برغبة منه سمعني بروح الجنادرية فاضطريت أني ما لقيت دليل سياحي فعينت نفسي أنا عندي رخصة دليل سياحي فأنا كنت بكون دليل السياحي اليوم. فلو قعدت معكم فترة قصيرة ثم الاجتماع يستكمل. شكرا لكم. شكرا صاحب السمو الملكي على هذه الكلمة الضافية. والآن نستأذن سموكم في تدشين صفحة أدلة الوصول الشامل إلكترونيا وذلك بضغط على الشاشة التي أمام سموكم الكريم. كذا الداخلية خذ البصمة. إذن على بركة الله نثمن هذه هذا التدشين المبارك. وأيضا الآن سيبدأ بإذن الله تعالى مراسم توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة لتطبيق برنامج تأهيل المهندسين والفنيين والمراقبين وهي على النحو التالي. أولا الهيئة السعودية للمهندسين وسيتفضل بالتوقيع مع سموكم الكريم المهندس حمد بن ناصر الشقاوي. المهندس محمد عبد الله القويس.